رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري. أهلا بك دكتور الحموري. يعني حدثنا عن دور المستشفيات الخاصة والتي ربما تتخذ إجراءات معينة للتصدي لهذا الفيروس. شكرا سيدتي. نحن جزء من منظومة صحية متكاملة في المملكة. ما تتميز به المستشفيات الخاصة هي انتشارها الواسع في جميع محافظات المملكة. اليوم في عندنا 73 مستشفى منتشرة من الشمال إلى الجنوب، وأقسام الطوارئ والعيادات فيها تستقبل مئات الآلاف الحالات المرضية بشكل دائم. وأعتقد بأنه التعاون ما بين وزارة الصحة ومديرية الأمراض السارية وجمعية المستشفيات الخاصة في نشر التعليمات للتعامل مع هذه الحالات وتقصي الحالات المشتبه بها وعمل الفحص اللازم للتأكد إذا كان هنالك حالات من هذا النوع، أعتقد بأنه مثل هذه الطريقة ستنجح بإذن الله كما نجحنا في الجائحات السابقة لما إجعلنا الميرسا وإجعلنا H1N1 وغيرها من الأمراض. كان في تعاون وثيق ما بين مختلف القطاعات الصحية العامة والخاصة، واستطعنا أن نسيطر عليها وكان أثرها ضعيف جدا مقارنة مع دول أخرى كثيرة تأذت من مثل هذه الأمراض. نعم، بماذا تتمثل هذه الإجراءات دكتور الحموري؟ أولا نشر الوعي لدى الكوادر الصحية التي تستقبل هذه الحالات، تقصي الأعراض المرضية التي تؤدي إلى الاشتباه بمثل هذا المرض، إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، اتخاذ إجراءات العزل الوقائي لحين التأكد من الحالة، التنسيق مع وزارة الصحة ومديرية الأمراض السارية، التوعية الصحية للمجتمعات المحلية في كيفية التعامل مع الحالات المصابة، أيضا تدريب الكوادر إنه هذا مرض عادي مثل غيره من الأمراض، ما لازم يكون في عنا نوع من الرعب والذعر ما بين الناس، لأنه إذا الكوادر الطبية والتمريضية أصبح عندها خوف هذا ينعكس سلبا على الناس، وبالتالي حيصير في عنا حالة من الهلع اللي إحنا لا نرغب بأن نشوفها في بلدنا. إحنا إلنا بالعادة إنه إحنا شعب متكاتف، شعب نستطيع التعامل مع الصعاب، وأعتقد إنه هذه المرحلة ستمر بدون آثار سلبية على بلدنا. نعم، رسائل تطمئة من قبلك دكتور الحموري للمواطنين؟ أنا بحب أطمن الجميع سواء كانوا مواطنين عاديين أو عاملين في القطاع الصحي بأنه هذا الفيروس ليس بالخطورة التي صورها الإعلام. أعتقد أنه في تهويل لهذا المرض، يعني نسبة الحالات الوفيات اللي بتحصل في هذا المرض تتراوح ما بين 2 إلى 2.5%، ومعظم الحالات الوفيات بتصير للناس اللي عندهم مرضات أخرى، أمراض مزمنة، ضعف في المناعة، كبار السن. وبالتالي إحنا شعب فتي، شعب صحي، وضعنا العام إن شاء الله حيكون جيد. فأنا متفائل جدا أنه هذه الأزمة حتعدي خلال وقت قصير بإذن الله. نعم، رئيس جمعية المستشفيات الخاصة الدكتور فوزي الحموري، شكرا جزيلا لك.